بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أهلا ومرحبا بكم. في هذا العدد سنتعلم كيفية طلب فتح حساب جاري عبر الموقع الرسمي للبريد والمواصلات الجزائرية. كما تلاحظون نقوم بكتابة هذه العبارة، كما تلاحظون نقوم بالضغط هنا على هذا الخيار. بعد الضغط على هذا الخيار تظهر لي هذه الواجهة، هنا نقوم بكتابة الإيميل الخاص بي، وهنا نقوم بكتابة هذه الأحرف، ثم نضغط على هذا الخيار. كما تلاحظون بعد كتابة الإيميل وكتابة هذه الأحرف نقوم بالذهاب إلى الإيميل الخاص بي، سأجد هذه الحروف أقوم بكتابتها هنا في الخانة الأولى. بالنسبة للخانات المتبقية تقوم بكتابة جميع المعلومات الخاصة بك. كما تلاحظون بالنسبة للخانة الأولى اختار هنا سيد، هنا تقوم بكتابة اللقب والاسم الخاص بك باللغة الفرنسية، هنا كما تلاحظون تقوم باختيار الحالة العائلية الخاصة بك. بالنسبة لهذه الخانة نقوم بتخطيها، هنا نقوم بكتابة تاريخ الميلاد الخاص بنا. بالنسبة للمعلومات التي تجد بجانبها نجمة حمراء فهي خانات إجبارية يجب عليك كتابتها، أما بالنسبة للخانات التي لا تحتوي على النجمة الحمراء تستطيع تخطيها. هنا كما تلاحظون نقوم باختيار البلد الجزائر، ثم نقوم بكتابة العنوان الخاص بنا، تختار الولاية الدائرة ثم البلدية، ثم تختار هنا المركز البريدي الذي ستسلم فيه الشيك، ثم تقوم هنا بكتابة العمل الذي تزاوله حاليا أو تستطيع كتابة عامل يومي. بعد كتابة عامل يومي يجب عليك إحضار ورقة شهادة عمل، تقوم بملئها، ستجدون رابط تحميل شهادة العمل في صندوق الوصف. أما بالنسبة للطلبة أو الأشخاص الذين يزاولون التكوين المهني يقوم بكتابة طالب في هذه الخانة، طالب تكوين أو طالب جامعي أو طالب في المستوى الثانوي أو طالب في أي مستوى دراسي، يقوم بإحضار شهادة مدرسية من المؤسسة التي يواصل فيها الدراسة أو التكوين المهني الخاص به، ثم تقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك في الخانة الأخيرة. كما تلاحظون بعد كتابة جميع المعلومات نقوم بتخطي هذه الواجهة وهذه الواجهة، ثم نقوم بالضغط على هذه الأيقونة. كما تلاحظون تظهر لي المعلومات، نقوم بالتأكد من جميع المعلومات الخاصة بنا، في حالة وجود أي خطأ نقوم بالضغط هنا على تغييرها عبر الضغط على هذه الأيقونة، أما في حالة ما كانت المعلومات صحيحة سنقوم هنا بالضغط على خيار التأكيد كما تلاحظون، ثم نقوم بالذهاب إلى الإيميل الخاص بي، أقوم بالدخول إلى الإيميل. كما تلاحظون بعد الدخول إلى الإيميل أقوم بالدخول إلى هذه الملفات، ملفات PDF، أقوم بتحميلها جميعا ثم طباعتها وأرسالها إلى مركز البريد والمواصلات مرفوقا بنسخة عن بطاقة التعريف وبطاقة إقامة. بعد مرور بعض الأيام تستطيع الذهاب إلى مركز البريد لتسلم الشيك الخاص بك أو الأرقام الخاصة بالشيك في حالة عدم توفر الشيك الورقي. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة، في حالة ما أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك وعمل الاشتراك في القناة في حالة ما كنت غير مشترك. شكرا لكم على المشاهدة.